الليلة فيه جلد تقيل. اخواننا الشمالين هوي سلام عليكم، لوك 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 ما بينفع والله. ورسالة لأبو رحف، أنا والله لو في محلك يا أبو رحف، لأنه أنت زور عارف أي شيء، وزور راشد وكبير وعارف أي شيء، يمكن معي في الأمور سوا، زول عارف أي شيء وعارف الشغلة دي، الطريق ده مصدوق. لكن بدل تحشدهم إنه يطلع مليونير آخر، تقول لهم شيلوا سلاح زي أنا زي أهلي في دارفور. الله يجب. وانت اتكلمت في لايف ابو رحم وضربت لهم المثل، قلت لهم ناس دارفور شالوا سلاحهم، انتوا اللي بحميكم منه، قلت الكلام ده انا متابعك في اللايف. هتخش الناس ساكت يا اخي، اطلع مليونيه الليله واطلع مليونيه الليله وبكره، وده قتلوا اثنين عمي ذاته قتلوا اثنين قالوا صح؟ قتلوا خمسه بجاي وقتلوا، ما ينفع. عندكم خيارين، يا تستسلموا للجنجويد يركبكم، يا تشيلوا سلاحكم، ما عندكم اي خيار. دير تعمل ليش دير وريني دير تحلها كيف. هو اعتصام بتاع القيادة ده كان ده خير مثال للشعب السوداني. اتفضل شنو تاني يوميا يمرقوا يقتلوا منهم 10 15 11 3 4 دي ده 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 دي بقت سنة عديدة. ده واحد. اثنين، انتوا دارين تضغطوه سياسيا وتصنفوه قوات إرهابية. اقسم بالله العظيم همتي ده اصلا هو مصنف قوات إرهابية، ومنو اللي بيصنفوا ليكم قوات ارهابيه؟ قال لي احنا دارين حرب اقتصاديا. طب انت احبل تبليد تبليد يا زول حبيبنا. قال والله عشان جيشه ده قال عشان لما نحارب اقتصاديا. افهموا يا اخواني الشماليين، افهموا الكلمتين دي، ما كل قاري متعلم. قال ان احنا نضغط سياسيا عشان جيشه ده تعرف يلقى مرتبات منين يصرفه. لا يا اخي انتوا مستجدين ساكت يا اخي، انتوا ما قريتوا جنجويد يا جماعه. كده تعالوا لي قريب انا بعلمكم الجنجويد شنو يعني جنجويد. من 2003 لغايه 2019 كان بيصرفوا مرتبات منين؟ لغايه 2013 قبال ما يعملوا دعم سريع كانوا بيصرفوا مرتبات منين؟ مرتباتهم كان بيخلصوها مننا نحن الدارفورين، بهايم حصين كده بس زي ده نهب. كان بيصرفوا مرتبات اكثر من مرتباته. لو اثرتوه اقتصاديا واثرتوه اقتصاديا هذه اللي قفلت له اي طريق اساكروا، بقول لهم يا جماعه هوي ناسي بس ما تابعين للدعم السريع، الضمام لي تابعين لجهاز الامن والمخابرات. لا 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 ذلك ما ناسي، ما الناس الجو دارين ياكلوا لقمه ايش في الدعم السريع؟ لا 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 ذلك ما ناسي، ما الناس الجو عشان يمشوا اليمن يشيلوا لقمه ايش؟ لا لا يقول لك ذلك ما ناسي. ناسي يقول لك الجمعة والحربة ماي من 2003، والناس الباقين يجيبوا مشط يكبهم يقول لهم يا جماعة المرتبات وقفت، اشتغلوا شغلكم الزمان كانوا شغالين في دارفور. اسمع يا شمال انا بعلمك، قول لهم والله اشتغلوا شغلكم الزمان المرتبات وقفت. شايفين يا جماعة ترس الشمال ده يقفل الطريق فوق وتيت ما في جنة، الشعب ذاته تعبان ما في مرتب، كلوا زي ما دايرين. والله جد انا اوبس وحسي ما حسي ده في ناس مش قاعدين تلب ولا ما قاعدين. انت شفت تلب لما يصدق لهم انه اي زول يمشي يغلى مرتبه بقلو من حبوبتي انا، لا بقلو من امي انا. انتوا لسه ما شفتوا معنا وديني وايماني اي عسكري حسي هم بدو قاعدين يشيلوا مرتباتكم منه، قاعدين يشيلوا مرتباتهم منكم انتوا. والله العظيم لا يخلوا مرأة عندها ذهب، لا يخلوا بنية عندها تلفون، لا يخلوا زول عنده قروش. لا المهم تدفعوا لهم مرتبات، انتوا قروشكم عندكم ده ينفض ما عندكم ينفض، زي ما نحن نشفونا في دارفور نهائي ما خلوا لنا ولا بصلة ناكلها، حينشفوكم انتوا ابناء الشمال ما يخلوا لكم بصلة تاكلوها. عندك خيارين، اسمع كلامي، يا تستسلم للجنجويد يا تشيل سلاح. طيب فلنفترض انه اخواننا في الشمال استسلموا للجنجويد. اي زول يديه ضحكه كده يا جماعه. انت قال لو استسلمت لهم بخلوك، تعرف تغيير ديموغرافي، هم جدري يستلموا وطاتكم برضه هناك وبيوتكم ويكونوا رؤساء. تلقى واحد متخلف ها يجي خاطب الطلاب، ويجي حميتي يجي خاطب الدكاتره، يجي خاطب الدكاتره بتاع الجامعات،
كويس، تعليمكم هيكون في الواطة، في الواطة، تعرف في الواطة، في الواطة تلقى جنجويتي قاعد لك في السجل المدني، جنجويتي وسخ قافل مغمر تلقاه قاعد في السجل المدني، يقول لك اسمع تعرف تكتب هاي يا اخي، تعال اكتب طلع رقم وطني حقك، بس هو داير يقعد في الكرسي، يقول لك تعال اكتب، اكتب لو تعرف تكتب تقدر تكتب اكتب لي اسمك، تكتب لي اسمك، يقول لك تعرف تشغل الكمبيوتر ده يشغله، كتك 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 كتك، المهم يقول لك ها كرر طلع بغادر الرقم الوطني، يقول لك امشي. والله البلد كنت تكون متخلفه اكعب من الصومال، والله العظيم الجنجويد ديل جد تلقون في المكاتب والحركات لومك عليه، والله بترضون جد، اقسم بالله بترضون جد، وحسي بدقوا بدقوا نمر بدقوا، لا ما نمر، نمر ده كسرتني، اول بدقوا بدقوا خميس وجيشه، وبدقوا اسمه منو يا اخي طاهر حجر، انه معه حساسيه، شفت مشاكل بتاعت كل كده بدقوا كويس، جبرين ده كوس بفضله كده بس مع الكيزان يكون عايز ممكن يجري، انت دكتور يا اخي عبد يا جماعه انا كذاب، يعتبروني انا كذاب، عبد الله حمدوك ده دكتور، يعني شنو دكتور عبد الله حمدوك، مش قاعد يربي يدينا زي ده ويدنقر لحميتي زي ده، والله كلكم الدكتور فوقكم، الدكتوره فوقكم، المهندس المهندسه فوقكم، كلكم بشهاداتكم ده تجوا زي ده حميتي، وحميتي ذاته كويس، حميتي يجيبوكم واحد متخلف اكتر من حميتي ذاته، يا خاتبكم انت وتقعدوا في الكرسي ده عليك دينكم، لو عليك يا شمالين يا جماعه اختشوا يا جماعه، اختشوا يا جماعه، كيزان على ناس من الشمال مستقلين عليك يا جماعه، حتى لو انت مواطن عليك الله ما تخجل من روحك، يجيبوك في التلفزيون انك انت قاعد تستمع لحميتي، والله انت رخاص، والله رخاص، والله رخاص، رخاص ولا بقيت رخاص، وديني وايماني قسما بالله يا يعني احمد اللي قدامكم ده، لو بس نفسي ودتني انا يعني خاشي في قيبوبه، وقعت في الطريق بس جروني كده جابوني في خيمه فيها حميتي، عندي سكين بكتب نفسي، انا لو بس وقعت مسكتني قيبوبه كده بس في الشارع، ولا صرع ضرب الشمس بقول لا، ولا اي شيء جروني في خيمه في الظلم، لو صحيت زي ده بس لقيت حميتي انا قاعد معاه وهو قاعد يتكلم، بشيل سكين بطعن نفسي بقتله، انا اسمع لحميتي يا اخي يا اخي والله يقتل نفسي، انت مجنون ولا شنو؟ طب تلعبوا ليه ولا شنو؟ انتوا رخاص ولا بقيتوا رخاص؟ واحد كده يفسر لي رخاص ولا بقيتوا رخاص؟ انتوا بشهاداتكم وعلمكم تسمعوا لهيمتي الجنجويت المتخلف الرجل بحركاتكم المسلحه جد. يا اخي قال دكتور جبرين، دكتور انت دكتور، والله هيمتي ده انا باكله بكسر رقبته زي ده كي، انت مسكين ولا شنو؟ اقولك انا حركه مسلحه بموت مع هيمتي ده، يا خلق دينك جبرين ده، والله المفروض ناس الحركه ذاته يدوا طلقه لجبرين، يجيب واحد قلبه سخن زي دكتور خليل ده، شلون؟ حسي دكتور خليل ده لو قعد عليك دينك كان بقعد مع حميتي في ترابيزه واحد، والله والله شوف بدون طبنجه بقيت عينه كده، خد النظر الدكتور خليل قوس جردل جركان طشت ده حاجه بترجع له، معقول يا اخي بإدارتكم الاهليه بشهاداتكم بعلمكم جد بقيتوا رخاص للدرجه دي تمشوا تقعدوا في ترابيزه تسمعوا لهم، يعني حميتي هيقول لكم شنو مثلا، يعني وروني كده هيقول لكم شنو مثلا حميتي، يعني ولا انتوا بقول لك يا احمد انت ما تعرف سياسه، اها يا حبوب قال ان احنا ما درنا البلد تنزلق، اها قال ان احنا عارفين يوم اللي بنشيل فيه حميتي كيف، نحن هسه شغالين معه داخل سياسيا كده بتاع حميتي ده، مش الاتحاد الاوروبي وامريكا اللي بتشدقوا بيه، انا ما بعترف، انا بعتبر الغرب ده زيي وزي وزي واحد، ما عندي شغله معه، انت ما تخط انت ما تقيم زول اكتر منك، انت ذاتك خليك طب، قال يا احمد ان احنا والله يا اخي القوات دي بنصنفها قوات ارهابيه، حميتي ده مش قدام القوات قدام
العالم مع الكيزان اتفق، فضل فضل الثوار في القيادة العامة، قتلوا مجدهم في النيل، في زول سألوا ما هو العالم عديل صوره بالقمر الصناعي والمنظمات عديل في دارفور الحريق والكتب. اها امال لهم شو المفروض يحاسبوا العالم اللي انتوا جارين وراه يا جماعة؟ افهموا، ولو كان هدري هي المشكلة كان حل مشكلة فلسطين، كان حل مشكلة سوريا، كان حل مشكلة الصومال، كان حل مشكلة أثيوبيا القريب ده، كان حل مشكلة إريتريا، كان حل مشكلة يا أخي يا الله دول. وقس على ذلك في أفريقيا يا ما في كم دولة ما عنده لك حاجة. الروس لما انقذوا ضربوا السوريين بالبراميل قتلوهم يا ما قتلوهم، عشان كده الجنجويتي هو مطمئن حسي مرتاح، ان احنا الجنجويتي دخر نضرب ضربه من حديد، نعتمه نشرده نشيل ماله، ما عندنا اي خيار، لا نعرف عالم، لا عندنا شغله بعالم ولا نعترف بعالم. انتوا اخواننا الشمالين اشتغلوا دبلوماسيا، امشوا